أول اتصال تلقيته من الـ MBC كان من بعد الـ audition لأرجع أروح أعمل الـ interview. أول برنامج على الـ MBC كان اسمه بالصراحة أحلى. أول ضيف بعرف مذكر اسمه كان اسمه صافي ناز. لا هذا في ساعة صعبة ولا على امتحان؟ أوكي أول سؤال أكيد كنت قلت له for sure يعني شو ما بتحبيه بستايلك؟ تذكر أول outfits كانوا وين ما كانوا بشين؟ أول زميل كمان صالح موقف مضحك لما كنت ما أعرف أحكي عربي منيح كان كل شيء مضحك. يمكن منه أكثر funny moment أكثر moment أنا بتذكره صار معي بالبرنامج كيف مشترك لما طلعت حالة بالمرأي بالأخير قد انبسطت غط على قلبه. ممكن أول صورة أخذتها بالأمريستي كانت مع جميل ظاهر. أهم ما كانت عربية.